بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا بها يا رب أبواب الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق أبويرة. يا جماعة النهاردة الخميس 26 مايو 2022، 26/5/2022، من داخل سوق أبوير. صلى على سيدنا النبي في أول اليوم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنخش نعملكم تقرير حلو بأسعار الغنم والماعز وخرفان اللحم. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، واحنا مركزين على خرفان اللحم اليومين دول، احنا داخلين على موسم، وكل سنة وانتم طيبين. السلام على النبي. الخروف ده يا جماعة واصل 8000 جنيه، خروف رحماني كاسر يوز. بسم الله ما شاء الله، واصل 8000 جنيه يا جماعة، وصاحبه لسه مش عايز يبيع. 8000 جنيه. لا طب ده انت اخويا فلوسه معاه، فلوسه معاه 80 75 كيلو باين زي ما هو. الصلاة على حضرة النبي، الصلاة على النبي تبارك الله يا عم. بيشتروا فيها كبير؟ بيشتروا في خمس خرفان. خمس خرفان بالصلاة على النبي. كم الشراء والبيع خالص؟ كم حسن اشتريت اخر شيء؟ 22. ها؟ 22 تبارك الله. 22000 الخمس خرفان دول يا جماعه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. انت طيب يا حجي بالصحة والسلامة، الله يوسع عليك. بالصلاة على النبي تبارك الله. تبارك الله. 22000 الخمسة دول يا جماعة. الصلاة على حضرة النبي تبارك الله. ازيك يا عمده؟ هي معاك هنا بالصلاه على النبي؟ نعي وراها حمل او خروف. نعي وراها اثنين؟ اللي هناك دي ايه سنة على كده؟ ساد. الصلاه على النبي، كم واصله معاك دي ولا عليها؟ والله لسه ما وصلت. عليها حاجه طيب؟ من الغنم كبير بقى. من الغنم بالصلاه على النبي، ما حدش فصل خالص؟ لا لسه. والخروف ده اللي هنا؟ وين؟ ده. دي نعية عشرة ولا لحمة دي؟ دي عشرة. الصلاة على النبي، عشرة كام على كده؟ عشرة ثلاث شهور. عشرة ثلاث شهور، إيه عليها دي؟ والله برضه من الغنم. من الغنم ها؟ تمام يا عمد الله يوسع عليك. بص يا جماعة، بتبقى في ناس معاها مراعي، فالبهايم أو الحواش البهايم بتبقى جاية منيها. وبيبقى لسه داخل، إحنا دلوقتي طبعًا لسه الوقت بدري، ففي ناس إيه؟ ما بيبقاش البهايم بتاعتها اتفصلت يعني. الصلاة على النبي. معلم محمود صباح الفل يا زعيم، منور الدنيا والله. الصلاة على النبي. ايه معانا معلم محمود؟ دول ثلاث عنوز، واحدة وراها جود شامية دي من الشام، دي من بلد الشام. اه شامية. شامية دي. الصلاة على النبي. دي 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 شامية. فين عيالها هم؟ فين عيالها؟ بص دكر وده دكر، وراها دكرين. وراها دكرين تبارك الله ما شاء الله. الصلاة على النبي. دي وراها جود ودي زرباو من ابو بوز. الصلاة على النبي. هذه العكفة يا جماعة تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. ودي امها دي وراها جوز برضه ذكر وانتهى. جورها جديد. فين عيال دي طيب؟ عيال دي امها. عيال دي فين؟ دي عشر على ميلاد. دي عشر اه تبارك الله. دول حبل يا خال مع بعضيهم؟ مع بعضيهم العود مع بعضيهم عود. طب لا فصل لنا، دي اللي تحتيها جديدين عامله كام؟ دي عامله 35 كنا نفتح الله. دي عامله 35 يا جماعه ولسه ما تمش البيع فيها. لسه دي اللي وراها جوز دي اللي هنا؟ ودي فيها بيع 25 قلنا افتح الله برضه. دي فيها بيع 2000 قلنا يرزق. بالصلاة على النبي تبارك الله. الله يبارك. تحب تسيب رقم تليفون لو حد عايز يتواصل معاك فيهم؟ والله ما معيش انا تاتش. الله يوسع عليك. الرقم بتاعك الرقم؟ الرقم كام كبير الرقم؟ 012 012 21 21 88 88 6051 6051. الله يوسع عليك. نارك ابد عم محمود. اما يا جماعه شويه معيز يعني، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شامي وزرباوي وخالد زرباوي تبارك الله. ازيك يا خالنا؟ صباح الفل الله يوسع عليك. دول مع بعض الثلاثة ولا كل واحد لوحده؟ تبارك الله. طب ايه الحسبة هنا؟ كله مع بعض ولا كل واحد لوحده؟ أي حاجة اللي عاوز يشتري. كم مع بعضهم الثلاثة وصلوا؟ ب 11000 تبارك الله. هذا يا جماعة الثلاثة. طب ايه السن معانا هنا حي؟ 100 و100 ده مع الفرادي.
الثاني لباني دي الصلاة وصلين 11 11 ألف يمان دمع الفرادي بسم الله ما شاء الله تبارك الله عليك صلى على النبي عليك يا معلم والله معلم عبد الرحمن يا عم الباشا تبارك الله ما شاء الله يا عم والله ايه الحياه الحلوه دي صلى على النبي تبارك الله هذا يا جماعه خروف ده الكليب يا جماعه وجمال الكليب بسم الله ما شاء الله تبارك الله لبانه ده معلم صح تبارك الله عليه ولا في بيع وشراء لا ده عليه هو بص دي رميسة كسر جوز دي رميسة كسر جوز وراها النتاية دي وراها النتاية والدها يا جماعة تمام تبارك الله هم الثلاثة دول مع بعض مع بعضيهم كم معلم 7910 جنيه الصلاة على حضرة النبي دول فلوسهم 7000 يا جماعة 910 جنيه صح كده لو قلنا التقسيمة يا معلم عبد الرحمن لو فصلنا الخروفين مع بعضيهم 55 دولار 55 والباقي عندي دي تبارك الله ما شاء الله هذا يا جماعه معلم عبد الرحمن بسم الله ما شاء الله تبارك الله دول يبقى في حسبتنا 55 بسم الله ما شاء الله تبارك الله كم الرقم معلم لحد عايز له كم 011 011 51 51 5 5 88 88 409 409 المعلم عبد الرحمن يا جماعه من كابومبو ومن ابوير من جنب السوق هنا لو اي حد محتاج اي حاجه الراجل ده انا على ضمانتي الشخصيه راجل محترم راجل اخلاق وراجل بيكسب بالحلال يعني الصلاه على حضره النبي تبارك الله الله ينور عليك يا معلم عبد الرحمن والله الله يوسع عليك هيجي لك ثاني خلاص تمام ماشي يا معلم والله ما سامع خال صباح الفل كبير كبير القراريش ايه اخبارك يا كبير ماشي الحال الله يوسع عليك يا حي الله يوسع عليك تبارك الله السلام على النبي تبارك الله بيشتروا هم في الثلاثة دول بيشتروا في اثنين ولا ثلاثة يعني؟ اه كم الشراء البيع هنا شغال؟ 7000 الى 200 8000 الى 200 اللي هم ايه بقى؟ الخروفين دول ب 8000 الى 200 وده وصل كام دي؟ والله ما عارف السلام على النبي 8000 الى 200 يا جماعة بسم الله ما شاء الله تبارك الله الله اكبر حلوين لو خلصوا ب 8000 ال 200 دول حلوين الواحد يسوى 4.5 فيهم بسم الله اشتري انت 8 خلص اسلم على المخلص خلص يا اخي 200 مهنة جاية عم تشربهم على الهواء على الشارع على الهواء بيشتري ب 8000 ال 200 الشراء والبيع هو احنا حكم 8000 حكم 8 تبارك الله السلام عليكم صباح الفل كبير منور الدنيا والله اللهم صل على النبي ايه تحتيها دي دي تحتيها حمل استاذ احمد تبارك الله حل. ايه وصلها والله فيها بيع وشراء يا استاذ يا استاذ الصلاة على النبي 37 والحكم 4000 والحكم 4000 صباح الفل يا خال بقول لك نهارك ابيض ما سالتش حد ليه؟ على ابونا ده اللي هو صاحب المال ده دعوين لا برضه ده البركه يعني ما بقولكوش والله ابونا اللي تسال الصلاة على النبي تبارك الله دي البيع والشراء يا جماعه فيها السن ساده ده السن قافله يا جماعه 37 والحكم فيها 8000 مع الفرادي يعني الناس انت رايح محترم والله منور حاج والله منور انت البركه بتاعتنا يا خال الله يوسع عليك تبارك الله ما شاء الله مع فردة الناس اللي عارفه حق ربنا عشان الباطل عارف الباطل قال لك ساعه تنزل مباشر لا بالصلاه على النبي تبارك الله يا عم الله يوسع عليكم ناركم ابيض عمدة صلى على النبي ايه واصله معاكم دخل والله ما وصلتش بس عليها فلوس عليها كم عليها 42 42 تحتيها ايه يا خروف تحتيها خروف وده صاحب المال
تبارك الله. لا صاحب المعبر خلاص انا مش هصوركم معه. في ناس ما بتحبش تظهر يا جماعه في التصوير. تبارك الله ما شاء الله. 7000 اثنين. الاثنين دول ب 7000 يا جماعه. ماجد 7. صباح الفل يا خال. رمسان دولا ثلاثة منك رمسان ضخروا. الصلاة على النبي. هذه ثلاثة رمسان وضخروا في يما. ايه فلوسهم الخال دولا يعني؟ اشتري عدلك الاربعة 75 7500. الصلاة على النبي. دولا ب 7500 يا جماعة. حلوين ما شاء الله تبارك الله. الصلاة على النبي تبارك الله. السلام عليكم. صباح الفل يا خال. الصلاة على النبي. تحتيه ايه يا حي؟ تحتيه ايه؟ ذكر انت ولا ذكر ايه؟ زيتين؟ الصلاة على النبي تبارك الله. عليها ولا فيها بيع وشراء؟ ما عليها بس فيها بيع وشراء. ايه البيع والشراء فيها؟ ما اتفصلتش طيب؟ تبارك الله. هذا يا جماعه ده اول. صباح الفل يا خال. صلى على النبي. معاك الاثنين دول تبارك الله. الله اكبر. دي الاساطير يا جماعه ما شاء الله. الله اكبر ما شاء الله. الله اكبر تبارك الله. الله ينور عليك يا حي. الله يوسع عليك تبارك الله. الله ينور والله. الصلاة على النبي تبارك الله. الصلاة على النبي. لا ده ما كسرش. ده لباني. ده لباني. وده لباني تبارك الله. اليوم تفصيل ولا مع بعض يا حي؟ لا لا اليوم تفصيل. كام وكام الصلاة على النبي؟ ده 54. ده 54. وده 10800. الاثنين مع بعض؟ اثنين. 10800 دول يا جماعة. وده 54. العز اللحم الثقيل يا جماعة. العز يقول انا العز خرفان يعني. اسم الكريمة حق حامد عبد الحميد. عم حامد احسن ناس يا عم ضراوه. 011 28 98 5207. 5207 من شط ضراوه عم حامد يا جماعه تبارك الله. الله اكبر. يعني اللي عايز يا جماعه العز بطش مش عايز خروف تبارك الله. متشكرين عم حامد. الله يوسع عليك. نارك ابيض. هذا يا جماعه ده اول تقرير في سوق ابوير النهارده. واستنونا يا جماعه بتغطية لسوق ابوير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yayınlısı.